المتغير اليوم هو أن الجماهير أصبحت بوعي كبير، وأن بعض السياسيين العراقيين أصبحوا يدركون حجم وخطورة وعي الجماهير لما يجري، وهم الآن يحاولون أن يعملون أو يحاولون أن يأخذوا العملية السياسية باتجاه تشكيل حكومة تكون مناصرة للمواطن وليس مناصرة للأحزاب ومكاسب الأحزاب. هناك مسعى حثيث وواضح وجدي للسيد مقتدى الصدر، هناك مسعى جيد جدا لبعض القوى السنية التي تعتمد على الوجوه الشابة، هناك مسعى كبير للمرجعية بأنها ترفض أن تعطي المباركة لأي حكومة تتشكل على أساس المحاصصة السياسية أو الحزبية، وبالتالي مع وجود هذه المماحكات تنتظر أن نرى مفاجأة بتشكيل حكومة جديدة، وبالتأكيد الحكومة الجديدة سيكون طرفاها عكس ما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية، طرفاها النصر سائرون، بل ستكون شريكة لهم بالتأكيد الفتح، لأن حكومة بدون الفتح وسائرون يراها البعض هنا في بغداد صعبة جدا، وواقع الحال يدل على ذلك، والانعطاف كما ذكرت لك وللمستمع أو المشاهد الكريم، الانعطاف في الجلسة الماضية كانت واضحة بالتناغم بالرؤى بين الفتح وسائرون حول تشكيل حكومة، وهناك أنباء تتحدث عن مفاوضات أجريت بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة قد يعلن عنها كما قيل هنا في الأوساط السياسية العراقية في الأيام المقبلة، على أن نرى تشكيل حكومة جديدة تضم الجميع، ولكن بالمقابل ستكون هناك أغلبية في المعارضة جيدة.